كدي. واليوم رانا في رمضان الكريم والناس دائما تحب بعد صلاة التراويح وقبل صلاة التراويح دائما تجي هنا تشرب قهوة تاع الزجوان. القهوة هذه تاع الزجوان نحضروها بطريقة طبيعية ونضيفوا لها بعض الأعشاب اللي تنوض في المنطقة شبه صحراوية. أو المنطقة شبه صحراوية، عندنا العشبة تاع الجرتين وعندنا العشبة تاع الشيخ. قهوة الجزوة قهوة طبيعية مخدومة بالأعشاب الطبيعية الشيح والجرتيل معروفة في بوسعادة. بعد صلاة التراويح يجوا الناس ليها الأحباب الأصحاب. تاريخيا معروفة من بكري باللي الناس مدولة عليها.